السلام عليكم. في هذا الفيديو سنتعرف على جديد منحة البطالة على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. قبل ذلك لا تنسى الاشتراك في القناة كي يصلك كل جديد. أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة تعليمات صارمة لمدراء التشغيل الولائيين ورؤساء الفروع الولائية للتشغيل بالسهر على مرافقة طالبي منحة البطالة والمعالجة السريعة لطلباتهم بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية باستحداث هذه المنحة. وقد أدرجت منحة البطالة رسميا في قانون المالية 2022، حيث تنص المادة 190 من القانون على تأسيس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي شغل لأول مرة المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل. وستحدد شروط وكيفية الاستفادة من هذه المنحة ومبلغها وكذا التزامات المستفيدين منها عن طريق التنظيم وفقا للنص ذاته، مشددا في ختام كلمته على ضرورة التقيد بتعليمات المزداة بخصوص التكفل الأمثل بانشغالات طالب الشغل والتسيير الشفاف لعروض العمل والتنصيبات واحترام القانون والإجراءات في مجال التشغيل. أما بخصوص الملفات التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي فهي لحد الآن لا أساس لها من الصحة، حيث المصدر الرسمي للمنحة وملفها ومبلغها يكون على لسان الوزارة أو عبر الجريدة الرسمية فقط، لذلك لا تصدق كل ما ينشر عبر الفيسبوك والإنستغرام، وكل جديد ورسمي سنطلعكم به حال نشره. هذا كل شيء رسمي لحد الآن عن منحة البطالة في الجزائر. الأمر الأساسي هو التسجيل في وكالات التشغيل لانام. أما عن الشروط الأولية التي تحدث عنها سيناتور بن زعيم ستجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. لن تنسوا الاشتراك في القناة كي يصلكم كل جديد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.